هذا الحفل كيدخل في إطار الاحتفال باليوم العالمي للسرطان اللي كتنظمو الجمعية في 4 فبراير من كل سنة، واللي ارتئينا من خلاله أننا نرسموا الفرحة والبسمة في وجوه الأطفال مرضى السرطان، وأيضا نسيوهم ذوك الظروف ونحسنوا لهم ظروف العلاج ديالهم. أنا جيت لهذه المبادرة هذه اللي هي إنسانية بالنسبة لهذا الشباب الوليدات اللي هما مصابين بمرض السرطان. تنبغي جميع المغاربة ماشي غير الصحافة هما اللي يديروا هذا الانفعال كيتفاعلوا مع هاد الناس، نبغيو جميع الرياضيين وجميع الفنانة وجميع الناس كلهم اللي هما فيهم الرحمة ممكن يجيو يدعموا هاد الوليدات هادو، ونتمنى هذا الشيء ان شاء الله كاع المغاربه كلهم يتفاعلوا معاه باش هاد الوليدات ندعموهم ولو غير بقدام ديالنا باش يحسوا حتى هما بداك يعني حتى داك الالم ديالهم يتخفف عليهم ان شاء الله. جينا لهذا الحفل هذا بمناسبة اليوم العالمي للسرطان من أجل ندخلوا البهجة للوليدات، نخرجوا من ذاك الجو المرض لجو الفرح. فوالا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.